السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهاردة بإذن الله هنعمل فيه طريقة عمل الستارة الجميلة دي. بإذن الله هنعملها بطريقة سهلة ومبسطة جدا، مش هتحتاج مننا وقت. إيه ان شاء الله بإذن الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس للناس اللي ما فعلتش الجرس لكي يصلكم معانا كل جديد. تنسناش ان شاء الله بإذن الله من الدعاء، ويلا بينا نبتدي على بركة الله. اول حاجه معايا قماشه، القماشه معايا مديه اللون الدجرادي، تمام. ده نهايه القماش معايا، هو ده البرسل الابيض، ده البرسل معايا، الرصاص الغامق، تمام. خليكم معايا كده، في الفاتح، في الافتح، في الاوفوايت، لحد الابيض، تمام، لحد البرسل التاني اهو، ده برسل، تمام. يبقى ده معايا الارتفاع القماش، تمام كده معايا، ومعايا البرسل. الستاره الداخليه دي انا هستخدمها الستاره الداخلي. هستخدمها الداخلي ازاي؟ هركب الشريط من على البرسل من هنا كده، تمام. يبقى الستاره العاديه هستخدمها من على البرسل، يعني هقفل الشريط عليها من فوق من هنا كده من ناحيه البرسل، وهرفل الجناب عشان هتبقى ستاره عاديه معايا خالص، تمام. وهيبقى عندي الستاره من تحت اللون الرصاص الرصاصي الغامق، تمام كده. معايا بقى قطعة تانية اللي هي بتكون مختلفة. طبعا اكتر التعليقات اللي انا بشوفها يقولوا ازاي الستارة دي اتعملت كده، ايه ناحية من تحت الكنار الرصاصي ومن فوق جاية تكرادية او جاية لونين. معايا الشكل التاني، ستارة زيها بالظبط، الستارة التانية زيها بالظبط، بس هعمل ايه بقى؟ بدل ما هركب الشريط من هنا من على البرسل، بدل ما هركب الشريط من على البرسل، هركب الشريط من ناحية الارتفاع اللي هو عرض القماش. هركب الشريط من ناحية الارتفاع، هركبه من هنا كده، هتبقى الستارة معايا بالشكل ده كده، تمام؟ الستارة هتتكشكش، هتبقى معايا بالشكل ده كده. ويلا بينا نروح نعمل الستارة. أول حاجة هرفي الجنبين زي ما احنا قلنا، هسيب البرسل هو اللي تحت اللي هو ايه هيبقى ناحية الارض او الارضية، وايه هرفي الجنبين اللي هما الارتفاع المترين 80 زي ما احنا شايفين. هبتدي كده ارفي بقى ايه واحدة واحدة كده لحد ما اوصل لناحية البرسل التاني او اللون اللي هو الاوفاي، تمام كده معايا. وبعد ما هرفي الجنبين المفروض ان انا هركب الشريط، شايفين كده، كده خلاص خلصت جنب اهوت، لسه الجنب الناحية التانية هناخده برضو نرفيه رفية ايه بسيطة كده. دي ستارة عادية زي اي ستارة ممكن اي حد يعملها، مش محتاجة فن ومش محتاجة اي حاجة خالص، تمام. ف يعني مش محتاجة ان تفكير او محتاجة اي حاجة، ستارة عادية خالص بشريط 3 فتلة او 4 فتلة كده خلاص اهوت. إيه المفروض بقى ان انا هركب من ناحية البرسل من فوق كده شريط 3 فتلة او زي ما انتم شايفين. إيه هبتدي بقى كده اثبت الشريط. الموديل سهل جدا وبسيط، مفهوش اي حاجة، هو بس عايز إيه يعني ناخد بالنا اتجاهات القماش الناحية نهين بس، مش اكتر، مش محتاج حتى تفكير، يعني التفكير نفسه مش محتاجه. اما تنسانوش من تعملونا لايك، واللي ما فعلش عند الجرس يا ريت يفعله لكي يصلكوا كل جديد ان شاء الله باذن الله. إيه كده خلصت ناحيه من الشريط، الناحيه التانية بقى تنسوناش من الدعاء، شايفين كده الناحيه التانية اللي انا بقفلها دي. الشريط طبعا بيتخيط من الناحيتين الاتنين. دي الستاره العاديه خالص، تمام، ركبتها زي اي ستارة عادية، دي مفيهاش اي حاجة، تمام كده خلاص اهي. هبتدي بقى التانية، ده اللي هو الخارجي اللي هو اللون التاني اللي هو المخالف، تمام. من الناحية التانية ركبنا من ناحية البرسل، لا احنا مش هنيجي ناحية البرسل خالص، الناحية دي هرف جنب زي ما رفيه، تمام. بس الجنب اللي انا رفيته ده مش هيبقى جنب، لا هو اللي هيبقى تحت مكان البرسل، يعني نركز كده اللي بالنا كده
الجنب اللي انا برفيه ده زيه زي الستارة اللي قبل منه، بس انا هقلب بقى ايه الستارة، هستخدم العرض طول. تمام، يعني هيستخدم العرض معايا طول وهركب عليه الشريط، سواء بقى من ناحية اللون الرصاصي الغامق او من ناحية اللون اللي هو الابيض او الاوفايت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام كده، ده البرص الاهوت، وده الناحية التانية اللي هو الجانب التاني. الجانب التاني ده بقى هركب عليه ايه؟ هركب عليه الشريط. تمام كده، هثبت كده الشريط معايا. معلش مطولة عليكم الفيديو شوية عشان تشوفوا ايه الستارة كلها وهي بتتقفل. تمام كده، عشان ايه في الاخر اهوت ده البرسل التاني الناحية التانية. تمام، هتبت بقى من الناحية التانية من الشريط كده، اقفله خياطة برضو. شايفين البورصل اهو ده نهاية الستارة معايا البورصل اهو. تمام، هبدأ بقى اديها بونت تالت كده. الستارة اللي فاتت على فكرة نسيت اديها البونت التالت، فهعمله ايه، هعيد عليها تاني. هبعيد على الستارة اللي هي الاولانية اللي هي المفروض الداخلية. تمام كده، خلاص خلصنا اهو الستارة التانية، ده اللون الفاتح في الغامق في ايه في الاغمق. يلا بينا بقى نروح نركب الستارة. طبعا انا خلصت من الخياطة، هبتدي بقى ايه اعمل القماشة، اكشكشها على قد الماسورة. تمام، ايه هشد الثلاث فتل دول زي ما احنا شايفين كده، وايه وهربط. تمام كده، الناحية التانية نفس النظام، هشد ثلاث خيوط دول بتوع الشريط. تمام كده، وايه برضو نفس النظام، واخدها عقدة كده عشان ايه ما تفكش من. تمام، هعمل ايه بعد كده بقى، هكشكش الستارة على القد. تمام، همسك الثلاث خيوط كده اهو، تمام كده، هكمل بقى كشكشة وهظبط الستاير على قد الماسورة بتاعتي وهرجع لكم تاني. كده خلاص اهي ظبطنا الشريط على قد الماسورة، عملنا استطارة على قد الماسورة بالشكل ده كده اهو، مقسمها على اتنين علشان كبيرة. تمام، دي الستارة الداخلية. تمام، ده أول حاجة الأوف وايت، بعد منه الرصاصي، بعد منه الرصاصي الغامق. دي الستارة الداخلية. الستارة التانية اللي هي الخارجية، تمام، عملناها برضو على قد الماسورة، ركبنا الشريط من الناحية التانية، ويلا بينا بقى عشان نشوفها وهي متركبة على. أول حاجة ركبناها الستارة اللي هي الخلفية زي ما احنا شايفين كده، محمود بيركبها اللي هي العادية خالص زي ما احنا ركبنا الشريط بتاعها ايه على البرسل. وادي التانية كده ركبنا الستارة الداخلية. طبعا احنا مستخدمين حامل مجوز بيشيل ماسورتين اتنين، ستارة داخلية وستارة خارجية. أول حاجة طبعا ثبتت الستارة من الناحيتين الاتنين زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ايه هبدأ بقى ألم الجانب ايه واحدة واحدة كده معانا، امسكها كسرة كسرة كده لحد ما اخلص الستارة. بقت معايا كده بالشكل النهائي كده زي ما احنا شايفين، اللون الابيض وهو اللي ورا، وبعد كده الغامق الاغمق الاغمق لحد ما وصلنا الدرجة الغامقة اللي خالص زي ما انتوا شايفين كده. طريقة سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش اي حاجه، ابتدي بقى اظبط الكسرات بتاعتي.
وبكده ده الشكل النهائي معانا اهوت في الستارة، بسيطة وسهلة وجميلة. وانتظرونا في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم.